السلام عليكم. حنايا كنا واحد الجروب ضامن اللي معاونين باش ندير واحد الخرجة من مدينة صفرو إفران ومكناس. انطلقنا من هنا لمدينة الرباط، أنا والسيد اللي مات الله يرحمه. انطلقنا لمدينة الرباط باش نتجمعو تماك مع الدراري الآخرين، باش من تماك نديرو الديبار ديالنا. المهم درنا الديبار من هنا، وصلنا لمدينة صفرو باش نتعشاو تما. كنتفاجئوا لقينا واحد السيد تماك، ماشي هو هذاك، يعني يكون ضروري يكون مدروغي، اللي كيدير واحد الحركات ماشي هما هذوك في الشانطي، كيلعب وسط الشانطي وهذا. حنا هبطنا تحركنا، مبغيناش نتسوقوا ليه، هبطنا تحركنا، هو تبعنا في الطوموبيل وبركانا في الطريق، ما خليناش ندوزو. قال لينا ضروري تهبطوا ليا الدريات، يعني حاولنا نلقاو معاه حل، ولكن كان هو قال لكم يا اما الدريات يا اما نمشيو للحبس. المهم عيطنا للبوليس، يعني البوليس جاو دخلوا، هو هرب، ما قدرش انه زعما ما قدروش انه يشدوه، هرب صافي. حنا قلنا نكملوا طريقنا طونك، وهرب زعما ما يوقع والو، صافي هربنا. زدنا غير شويه لقينا دالينا باراج ديال الحجر وحابس الطريق في الطوموبيل. مني يهبطوا الدراري باش يهضروا معاه وهذا، بدا كيتغاوت معاهم وبغى يجبد معاهم الصداع. لحسن الحظ اننا بقينا شادين الصديق ديالو حتى جاو البوليس المره الثانيه، سلمناهم داك الدري الثاني واخا هكا قلنا نكملوا طريقنا زعما بلا ما نتسناو حتى يديروا الاجراءات ديالهم ويوصلوا. قلنا نكملوا طريقنا مادام ان الامور وصلت حتى لهنا نكملوا طريقنا. صافي كملنا طريقنا لجهه لوطيل، تبنا ندخلوا لوطيل، كنجمعوا في الباجاج ديالنا وهذا من لي ميني بوس باش ندخلوا. كنلقاو جايب واحد السرعه خياليه اللي حنا واخا هربنا زعما حنا هربنا، ولكن الدري مسكين هو اللي جات فيه الدقه، ضربو هو اللي تسبب لي في الموت ديالو. العائله ديالو ما صابرينش، جاش عيطوا ليهم وقيلا ماشي 3 الصباح باش علمهم داك الخبر. صراحه الله يصبرهم والله يكون معاهم يا ربي والله يرحمهم. تبارك الله كان دري متخلق، يعني دري اللي خدام على راسو، شاب اللي بني بدا يبني طريقه بشويه بشويه. الله يرحمه والله يوسع عليه في النار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.